شخصيات سياسية وأكاديمية فاعلة، وسجلت كركوك 6 محاولات اغتيال خلال الأسابيع الأخيرة، فيما يطالب مواطنون بتفعيل إجراءات نصب الكاميرات الأمنية في الشوارع الرئيسة على الأقل. أثير الأغا والتفاصيل. اغتيال الكفاءات والشخصيات السياسية والقيادات الأمنية مشهد يكاد لا يفارق يوميات كركوك، فمنذ سنين وكركوك تضحي وما زالت بعدد كبير من الشخصيات التي لطالما خدمت أبناء المدينة دون استثناء. مسألة الاغتيالات الفردية مستمرة، هذا الأمر يجب أن نعترف به. الاغتيالات يكون لشخصيات عامة، لمسؤولين، لممثلين مكونات، في بعض المرات اختطاف أبناء تجار وميسوري الحال، هذا موجود. طبعا كما قلت، مسألة توفير الأمن 100% في العراق من رابع المستحيلات الآن، ولكن نسبة عالية المفروض أن نعمل بهذا الاتجاه. أنا في تصوري وجود جهاز أمني ذوي اختصاص بهذا الأمر من الشرائط الأساسية. مشروع نصب كاميرات في ضواحي كركوك وشوارعها الرئيسية لم يرى النور بعد، فعدد كبير من الأطباء والميسورين اتخذوا من محافظات الإقليم ودول الجوار ملاذا آمنا لهم حتى بعد استقرار الوضع في المحافظة. نحن قبل أكثر من سنتين ذهبنا بهذا الاتجاه كمجلس محافظة، اقترحنا وصوتنا لنصب كاميرات مراقبة في كل مناطق كركوك، ولكن المسألة تأخرت لأنه ما قبل داعش كانت المسألة. عندما حدث موضوع داعش الشركة كانت أجنبية، ولذلك تخوفوا من المجيء، والمواد المستوردة قسم جزء من المواد المستوردة لم يصل، ولذلك المسألة بقيت معلقة لحد الآن. 6 محاولات اغتيال في الأشهر الأخيرة نجح أغلبها، أودت بحياة ضابط رفيع ومحام بارع، وكالعادة يفلت المجرم بجريمته. بالرغم من وضعها الأمني الجيد، إلا أنها لا تخلو من اغتيالات بين الحين والآخر. بحسب سياسيين ومراقبين، فإن مشروع نصب الكاميرات الذي تم تجميده آن أوان تفعيله. للشرقية نيوز أتلا الأغا، كركوك.